Hi everyone, hope you are fine. يعني سنة تقريبا شي بدك تنطري one طيب؟ week ما طلعت عليكم. ف اليوم عنا حلقة دسمة مع الزميل رياض أبيسي اللي هو صحفي متخصص بالصحافة الاستقصائية. ف ثانك يو. ف اليوم رح نحكي كتير نحن ورياض، رح نحكي عن الدولار، عن الوضع بلبنان العظيم، عن التعيينات، عن تهديدات بالانسحاب من الحكومة، ماذا لو سقطت الحكومة، ندونا لوف يو، ماذا عن ثورة 17 تشرين، شو بعد بقي منا، كل هالمواضيع. رح نشوف إذا رياض صار معي. أوكي، بعد ما صار معي رياض. لحظة، خلينا نكتب الاسم رياض. كويس، سيرش جو لايف. اوكي، مش عم تزبط. خلينا نشوف اذا رياض صار. اوكي، رياض صار معي. رياض، وينك يا رياض؟ خليني go live. يا مفروض يصير مع رياض هلا. waiting for رياض، إن شاء الله تزبط الإنترنت، يعني على أمل أنه تزبط. رياض، أنا بعدني ناطرة أنك تصير معي. أوكي، إذا عندك مشكلة رياض بالواي فاي، بفضل تطلع على الثري جي. ما بعرف إذا عم يسمعني. أوكي رياض، لازم تعمل accept للريكوست لتصير معي. عم ببعت ريكوست. أوكي، وبعت لك accept رياض. خليني أرجع فوت. خليني ارجع نبش عليه. يحو، add waiting for رياض. يلا، بعت لك request رياض. اوكي، صرت معنا. هاي، صبا. ما بعرف صراحة، مش شاطر بالقصص، بس يلا. اوكي، صوتي مسموع. لا ماشي الحال. ايه، صوتك مسموع. هلا انت جدي عادة هيك ولا؟ جدي؟ جد لانه بالواتساب كثير. انا مش كثير بالاتصالات، ما كثير، ما بحب يعني التكستينج ولا الحكي، يعني مش حبيب بتليفونات يعني. بين واضح جدا يعني. اوكي، هذا الجواب. اوكي، طيب يلا خلينا نبلش بالحديث. الدولار صار 5000. صار 5000 ولا 4500 وشي؟ اليوم وصل ل 5000، 5200 ورجع نزل. اوكي، اليوم رحت لاقبض مصاري من الويسترن يونيون، من تحويله من كندا. وي ار بلاك ليستد، بس لتعرف بدك تبعت على فرنسا، ومن فرنسا ليبعتوا لك قصه. بتقبضيهم باللبناني اصلا؟ وبقبضهم باللبناني. طيب رياض، خلينا نبلش من البدايات. انت من وقت، اذا بدنا نقول ثورة 17 تشرين، اللي ما كان يعرف رياض قبيسة صار يعرفه. ملفات كتيرة
انعرضت على الهواء. خلينا بس بلش بالملفات. كل الملفات اللي انت عرضتها رياض، لو نحن بغير دولة كان في عالم بعيطولن، يعني بيطلبوا وراهم انه بيسألون سؤال. طيب كيف يعني، انا كان هذا سؤالي على طول اقوله، انه نيو تي في عرضت كثير ملفات، ومنهم انت الملفات اللي عرضتهم شخصيا مع اثباتات ووثائق وراء ومش حكي، يعني شو الموضوع؟ ليه ما حدا رد؟ ليه ما حدا عيط لحدا او استدعى؟ هلا يعني انتم بجوز تكونوا مستغربين انه ليش ما حدا رد، بس هني بالمناسبه جزء كبير من هالملف، مش جزء كبير عمليا كلها، هيدي ملفات كنا عم نشتغل عليها صرنا من ال 2000، يعني في منها كان بيرجع سنه 2010 هلا، بس الدسم منها بلش ب 2012 لحد 2019، يعني اخر وحده التقيت الجمارك كنا قبل الانتفاضه بشي شهرين عاملين تحقيق، وما كان عم بيتحرك القضاء لحد ما يعني خبطنا على الطاولة وهيك، وكان في جو شعبي يعني طبعا خلاهم كرمال هيك يتحركوا. ولهلا بالمناسبة يعني العالم دائما بتقلي لشو ما بتعمل، وقتها رحت انا قدمت اخبار بقاب لما عملت الموضوع وما تحرك القضاء عمليا لحد ما صارت الانتفاضة، ولما صارت الانتفاضة رجعنا اثرنا الموضوع مع مزيد من الادلة، فوقتها ادعى المدعي العام المالي رئيس علي ابراهيم على مدير عام الجمارك، بس مع ذلك من وقتها لهلا بعده نايم الملف عند قاضي التحقيق، لدرجه انه قاضي التحقيق اللي كان عم ينظر بالملف طلع تقاعد هلا، واجا واحد ثاني استلم محله. ويعني مش بس هاي، يعني في كشافين صورتهم عم على الجمارك عم بيقبضوا من سنه 2013، هلا من سنه يمكن او شيء لوصلت المرحله فيهم، يعني صاروا بشيء بسموه الهيئه الاتهاميه، يعني طلع فيهم قرار ضمني واخذوه الهيئه الاتهاميه، هذا الحكي من شيء سنه ونص انا بعرف انه هيئه اتهاميه، وبعضهم كمان يعني بعد هول، وطبعا هول الموظفين بعضهم شغالين على البور، وجزء كبير منهم شغال بمناصب حساسه، ويعني بعد بيطلعوا تقاعد هول، وما بيكون القضاء بعد يعني هو بالوقت اللي اذا واحد مركب خيمه مخالفه للقانون بنطوا عليه، اذا ما كان يعني عامل الحشتبكات اللي بيعملوها عاده كرمال يمشي حاله الواحد، بنطوا عليه وبقولوا له شو هاي وشو هاي، ممكن يعملوا له ازاله لهي الخيمه. فمشان هيك انا ما أو بستغرب، هو استغراب العالم هلا، استغراب العالم هو السبب انه العالم، وللاسف هلا رجعت هيك كمان يعني، او على الاقل خف اهتمامها العالم، هاي التحقيقات كنا نحطها على التلفزيون نحن، ما كنا نخبيها شو بسموها بالتدخيتي عندنا بالجديد يعني، ولا حطها بالنملية عندي بالبيت انا، يعني كنا نعرضها على التلفزيون والعالم يعني كانت تتفاعل بس بشكل مش كتير كبير يعني. اوكي، فبالتالي مسألة انه ما بيتحرك القضاء، انا لانه هو هيك، لانه القضاء بلبنان عندنا منه معمول لإحقاق الحق ولا لأنه يكون في عدالة. أنا بعرف أنا إنه بكل دول العالم ما فينا نحكي بقضاء مثالي، بس في حدود الدنيا أنا بعطيك انطباع، لأني بنزل كتير على قصر العدل بسبب إنه بينرفع علي دعاوي أو بكون عم تابع دعاوي أو بقدم إخبار للموضوع اللي أنا عم بشتغله. الفكرة إنه أنا بس أنزل على قصر العدل بيقمط قلبي، يعني هو بيشبه كل شيء إلا إنه ينقال عنه قصر العدل، يعني خصه بكل شيء الا بالعدل. هذا الكلام هايله يعني، مني مش انه هلا خصو بشو؟ خصو بشو؟ خصه بالمحسوبيات، خصه بالمعايير المزدوجه، خصه بانه الاشخاص النافذين دغري بيلاقوا لهم طرق ملتويه بالقانون لما يحاسبوهم بالوقت اللي اذا لقطوا حرامي صغير بحطوا لنا اياه وبيشهروا فيه على انه حرامي ويقولوا لقطنا اكبر حرامي، وبتنشر صوره كل وسائل الاعلام، بس لما نكون عم نحكي بصفقات فساد كبيره وموثقه وبالادله بصير انه لا يا جماعه معلش في حرمه اللي مش عارف شو، معلش بدنا نحترم خصوصيه اللي مش عارف مين، لانه اللي هن بسموهم اللصوص يلي بيربطوا ربطات العنق، يعني بسموهم اللصوص بطاقات انا بسميهم، هو يا جماعه يعني فيهم تحت غطاء شيء اسمه بزنس مان يعملوا اللي بدهم اياه بالبلد، هن الحاكمين الفعليين للبلد. طيب انت لا سارق الدولة ولا نهبها، ومع ذلك استدعيت، بالإضافة لعدد كبير من الثوار كمان استدعوا وتوقفوا وفاتوا وانضربوا
وتحقق معهم طيب بفهم انا يعني، معلش انا بدي احكيك شوي بلغة الناس رياض، مش لا راحت. بلغة السياسيين. يعني انا بفهم انه الواحد يكون وقح، عرفت شو قصدي؟ يعني بفهم وقح بده يسرق، وقح اوكي، بس انه هالقد وقح، يعني انه هالقد واضحة. أول شيء صوتي مسموع لأنه في عالم عم بشوف عم تقول إنه الصوت مش مسموع. مسموع انا عم الصوت؟ بسمعك كتير منيح، أوكي. انا عم بسمع. هالقد واضحة لأنه بكل بساطة يعني هلا للأسف بدنا نقولها. أنا يعني مرة كتبتها ستاتوس حتى إنه نحن نعيش في بلاد عمليا هي محكومة من عصابات منتخبة ديمقراطية. يعني صح، هي الحالة. ملخص. انه هذا كابوس صراحة. يعني يا محلى واحد يكون محكوم من عصابات، بس هالعصابات ما عندها شعبية وما عندها شرعية شعبية، على انه يكون محكوم من عصابات عندها شرعية شعبية. نحن محكومين من عصابات عندها شرعية شعبية. وانا هون مش جاي لوم العالم، يعني لانه مثل الخطاب التقليدي اللي بيعملوه الكل، بيقولوا عن العالم غنم ومش عارف شو هذا. لا انا مش هيك برايي. انا برايي ان العالم عم تنتخب هاي العصابات لانه ما عندهم حل تاني. ليه ما يعني عندهم حل تاني؟ لانه طب خي لانه اوكي، قبل ما كان عندهم حل تاني، خي كنا مغشوشين، ما كنا عارفين، لا عارفين، كنا دائما كانوا عارفين هني. لا لا دائما كانوا بس عارفين. بدي اقول لك شغله، انه اذا بتراقبي بالانتخابات دائما انا بسميه في هيك في خطاب المعلن، هذا الخطاب اللي بصير يقولوا لنا فيه انه بدنا نكافح الفساد و و و و واخبار رز بحليب يعني. وفي يعني الخطاب المستتر اللي هو بيكون انه ليك في كعكه من الفساد بهذا البلد، انا راح امن لك حصه هالكعكه. يعني بمعنى لما تطلع احزاب معينه وتطالب بحقوق، تقول نحن بدنا حقوق الطائفه الفلانيه، هن شو حقوق الطائفه الفلانيه؟ يعني حصتنا من الفساد. يعني ما صح هو هذا الشعار صح الشهير اللي بيقول لك، بتسمعيه من الناس بيقول لك سرق بس عمر. مره واحد مره مرقت فتره قبل الانتفاضه بشوي، نزلوا ناس وهن محسوبين على حساب السلطه ورفعوا شعارات، قالوا كان شعار بالنسبه لي يعني مثالي بتمثيله للواقع، انه انا بدي حصتي من الفساد يا اخي. انه هيك اخر شيء نزلوا. المشكل اللي صار واللي عمل انتفاضه 17 تشرين بانه غرق المركب. هو كان دائما الشعار انه يقولوا لك العالم انه انا خيب هذا المركب، المركب الطائفي، المركب العصابي، المركب القطفاذري، سميه اللي بدك اياه، انا موجود فيه. وانه خي طب انه انا بنط لوان؟ يعني انه هذا الموجود، انه انا شو بدك يعني انزل نط واسبح بالبحر والامواج عم تاخذني وتجيبني؟ انه انا اذا بدي نط فرجيني على انك انت عندك مشروع بديل لنط عليه، غير هيك انا لا بدي نط من المركب. هلا صح طب ما انا اجوا ب 17 صح تشرين. انا عم بيشغلوني بالمركب لامسح وساوي واعمل وهن قاعدين عم بيتشمسوا، مظبوط. بس هو عارف، مش اوعى تفتكري ما انه عارف، هو عارف هذا الشيء، هو عارف انه عم بيشتغل بسموها الادوار السفليه تبع المركب، وانه عم بنحطه عم بكيك عم يعني عم شو بسموها بكير على كيرتاو ظهره. واللي بدك اياه، مظبوط. هو عارف هذا الشيء، بس شو عنده خيارات؟ ب 17 تشرين اللي صار ما كان في بديل، بس اللي صار انه المركب عم يغرق. يعني انه صاروا العالم، طب انه اخي ما عم نغرق طيب طبيعي، بس يا رياض، غريزة البقاء بتقول انه نط. اوكي، بس ب 17 تشرين يعني اذا بدك القشرة اللي كانت مغطية راحت، اوكي، اللي كانت مغطية كل هالعفن راحت وشفنا. طب ليش يا اخي؟ ما انا ما بفهم، ما بفهم يعني، ما عم تفوت براسي، ليش بده قسم من الشعب يخون قسم التاني اللي عم بيقول له بدنا ناكل؟ بأي منطق؟ عادي لانه هلا ما بدنا كثير نفلسف في الموضوع يعني، بس هاي اللي بسميها يعني شو، هاي سيكولوجيا الجماهير. هاي سيكولوجيا الجماهير. الجماهير بالمطلق ما هي مفطوره، يعني بالفطره تاعيتها بتكون مفطوره للعبوديه. عاده الجماهير الماس بتفضل انه خي انا بجيب واحد وهو يدير شؤوني، انا ما لي وجه. اوقات بيكون ما عندها مشكله انه يستعبدها، على حسب، بتختلف من ثقافه للتاني. انه خي انا مريح راسي، ولانه الجمهور بخاف من التغيير،
بيضلوا يعتقد صحيح انه الامر الواقع افضل من التغيير. هلا امتين بيتشجع على التغيير لما، سوري بدي اقول على الكلمه، لما الواقع يصير خرا كتير. يعني لما الواقع سوري يعني، بس أضرب من هيك هلا شو شو بصير بدك بعد بعد؟ هذا الخطر اللي نحن عم نعيشه؟ بيتاقلم مع الخرا. نحن هلا بمرحله انه او انتفضوا العالم، اوكي، بعدين طلعوا هيك مخيطب، هولي نزلوا عم بيسبحوا، ما حدا اجى لمهم، هولي نطوا من السفينه لما حس، لما شافوا السفينه عم تغرق، ما حدا اجى لمهم، فقالوا لك يلا منضلنا بهالسفينه، ما بتعرف شو بصير. بتصير هون بتدخل العوامل، بتشوفي هلا حتشوفي كثير قصص، تطرف ديني وغيبيات، وانه يعني اللي حيصير هلا، كيف بتعرفي سفينه التايتانيك لما كانت عم تغرق وفي فرقه موسيقيه شغاله، وفي عالم حتزقف لهم عنا بلبنان، يعني مش بس انه السفينه عم تغرق وفي موسيقى شغاله، يعني فرقه شغاله، لا، في عالم رح تزقف لهم، ولا فكروا ولا عم يسالوا انه يا خيي طب وين قوارب الانقاذ؟ وين؟ ما حدا سألان، ما حدا فرقاني معه شيء، خلص في شيء بصير انه كيف واحد بيقوله بينمل جسمه، خلص نملت العالم. وبعدين طبعا يعني شفنا شو صار باخر تظاهره، دغري نفسها هي قوى السلطه بتتبادل ادوارها، يعني ولما نقول قوى السلطه مش يعني اللي بالحكومه، هلا يعني بيتبادلوا الادوار، واحد بيطلع بيطرح موضوع خلافه، بقوم برد عليه هداك بيقول له انا راح اشحن البلد. انا من فتره حطيتها بتحقيق، مش تحقيق، تقرير نزلته على الجديد، هو هذا الفيلم كثير بحبه اسمه البيضه والحجر لاحمد زكي، اللي هو بيكون يعني ما بدنا نسمي اسماء يعني، بس بيشبه واحد من كل هول العرافين عنا اللي بيتنبؤوا بالاشياء والهيدا. هو بدا بالاساس هو بيكون استاذ فلسفه، وبعدين بيزعبوه بيتهموه انه شيوعي مش عارف شو، بقوم بيقرر انه يعمل شو، عراف. باخر الفيلم ضميره بيصحى، هيدا بعد ما يصير قصه كبيره بمصر، ضميره بيصحى بانه خي انا عم بضحك على العالم، هيدي خرافات وخزعبلات، فبروح لعنده للشرطي بده يقول له انه خي انا عم بضحك على العالم. هون الشرطي بيقول له لا، ولو انت صاحب كرامه ومش عارف شو، بيقول له خيي انا عم بقول لك انا عم كذب على العالم. بيقول له الشرطي انه الضابط شو انت عم تتهم، بفهم منك انك انت عم تتهم الناس او انت تقوم بتجهيل المجتمع، يعني عم تقول انه المجتمع جاهل. قال له لا، انا عم بتهمهم بالضعف، الضعف ما بيميز ما بين الجاهل والمتعلم، الانسان لما يخاف بيضعف، صحيح صحيح وساعتها بيخلق أصنام من حجارة وبيعبدها. ما هيك هذه الطبيعة البشرية، وطبعا بتختلف من ثقافة لثقافة، من مجتمع لمجتمع. وللأسف يبدو أنه نحن اللبنانيين خلاص تأقلمنا مع منطق أو العبودية، يعني ما عندي توصيف تاني للموضوع غير أنه العبودية، ايه تأقلمنا. طيب تأقلمنا خلاص انه صار واحد احكمه. أقلمنا تعرف بس فيها قصه خليني عبيد المنازل وعبيد العبيد الحقول، كانوا دايما لما يثوروا العبيد، عبيد الحقول يثوروا. هلا عبيد المنازل اللي قاعدين بالبيوت الاسياد كانوا شو يعملوا؟ كانوا يرفضوا الثوره اللي عم يعملوها عبيد الحقول، ليه؟ لأنهم لانه مرتاحين مأمنهم وقاعدين. ظروف افضل. وهلا يعني ب 100 دولار بتشتري اكبر ازعر وبتنزليه ينزل يفقع العالم قتله، هو بيكون مثله ما معه مصاري. ايه بس بدي اقول لك شيء، رياض قبل كان العالم متعودة على العبودية لأنه كان في شوية مصاري، ناس متضحكين علينا بكم نايت كلوب ببيروت، ونحن نروح نسهر، نطلع على فريا، نسافر لنا سفرة، اوكي؟ يعني بهول الخربشات ايه بس انت هون عم تحكي، مسكتين. ايه بس انا ما بدي اعقد الموضوع هون على العالم، بس انت هون عم تحكي عن اللي بسموهم الطبقه الوسطى والبرجوازيه الصغيره، حتى مش الطبقه طيب الوسطى، بدنا ايه نحكي بس هي برجوازيه. الطبقة الوسطى، ما تنسى انه الطبقة الوسطى هي ركيزة الوطن. طبعا بس طيب بس هلا بالاساس انت ما، لا على فكره انا مش ما مع هي التصنيف. الطبقه الوسطى بالاخر اللي بيحددها مش بس مدخولها، اللي بيحددها مهنتها نفسها، يعني بعد في اساتذه بالبلد، بعد في مهندسين، بعد في دكاتره، هو كلهم بشكل بس ما طبقه وسطى. هو السؤال مش هون، السؤال هول قديش عندهم قدرة على انهم يغيروا يتحملوا. الواقع السياسي. بمعنى يعني بالاخر مثل ما نحن شفنا دايما، اتخن تظاهرة من تنظيم الطبقة الوسطى، واللي ما في حدا ينكر انه 17 تشرين كلياته هو
يعني هو بسموه البرجوازيه صغيره يعني التجار ومع الطبقه الوسطى جمعوا حالهم مولوا حالهم قبل ما ينزل نتظاهر ضد هالطبقه السياسيه اللي انا معاش مثل ما عم تحكي انت، انا ما بقى يناسبني انا انت على القليله من قبل كان فينا نسافر سفره كذا، انت نزعت لي اللايف ستايل تبعولي وعم تنزل لي مستوى المعيشه تبعولي ولا شيء، بعثوا لهم كم واحد فقير وفقعوا نقتل، عم بحكيك اياها مثل ما هي يعني من دون لف ومن دون دوران، وانا هون ما عم لوم الفقير لانه بالاخر هيك الامور بتصير. المشكل الاساسي عم لك انا ما بدي فلسف الموضوع بس قديش الطبقه النخب بسموهم خلينا نسميهم النخب، قد ايه النخب عندنا بلبنان من اعلاميين ودكاتره ومهندسين واساتذه واللي بدك اياه قدرانين يخلقوا موجه تقدر توقف بوجه العنف اللي حتستخدم السلطه ضدك، ما في مجال، هذا يعني امر لا مجال لانكاره، رح يستخدموا العنف ضدك. قد ايه مستعده هيدي النخب تروح للاخر بالمواجهه؟ هذا سؤال ما حدا في يعني ينكره، وصارت مكرره اكثر من مره، 2015 نزلوا قرطون قتله ب شو اسمه وقت طلعت ريحتكم مش هيك؟ نزلوا فاعون بدل فاعون كفان، وهن كانوا 20 واحد اللي نزلوا هجموا على العالم، بقيت العالم ما فينا نتفرج عليهم. ضمن منطق انه نحن مش عنفيين، نحن نلجا للدوله، الدوله هي بتدافع عنا، وكان الدرك عم يتفرج علينا هن عم ياكلوا قتله. ورجعت تكررت مره واثنان وثلاثه بخلال انتفاضه 17 20، واكثر شيء عملته القوى الامنيه هو انه توقف حد فاصل بين اللي عم بيعتدوا على المتظاهرين وبين المتظاهرين، وبنفس الوقت إذا متظاهر من الانتفاضة الشعبية كسر زاز محل بيكمشوه بلموه تنهار، بس هوليك اللي بيهجموا محميين محظيين، ما حدا بيقرب عليهم، ما حدا بيقول لهم وين. بس سؤال، يكتب بوست على الفيسبوك بيكون عم يمدح مزحة بيفقعوه قصة ازدراء أديان ومش عارف شو مش عارف شو، بينزل ناس بوجوههم السافرة علنا على عينك التجربة يسبوا وبلشوا شتم، اوكي علنا عم بيستفزوا، علنا عم بيعملوها للاستفزاز، بديش اقول انت كل واحد عنده روايه، في ناس عم بيقولوا في اجى ناس من هاي الجهه، في ناس اجى ناس من هاي الجهه، شو بدي ما بدي فوت بالتفصيل، بس في ناس مبين وجوههم نزلوا وسبوا علنا وشفناهم كلنا لايف على التلفزيونات، انشد واحد منهم؟ ما انشد. طب سؤالي، هيدا اللي عم ينزل يضرب العالم 5000 ليره ما معه؟ ما بس هو بالنسبه لإله اولا في هون عم نرجع بنقول لك الخوف، الخوف الخوف ما بيميز اصلا بين جاهل ومتعلم، لما انت تحسسي، وطبعا الخوف من مين؟ الخوف مش مثلا من البنوك يلي حاجة على مصريات العالم، ولا الخوف من الطبقه السياسيه، ولا الخوف من الموظفين بالدوله يلي عاملين شو بعرفني شو يعني ملي السبعه ودمتها مثل ما بيقولوا، لا لا، الخوف من مين؟ الخوف من الاخر. مين الاخر؟ الاخر اللي هو الاخر اللي هو مثله، واحد مثله ما قدران يسحب مصرياته من البنك، بس بيصير يقول له ليك هيدا بده ياكلك لانه انت هيدي حقوق طيبتك وهيدا حقوق طيبتك وهذا جاي ياخذ لك حقوقك. طيب بركن الحل بيكون، بركن الحل بيكون انه خيي انت بدك هيك عيش بمنطقتك واعطيني منطقتي وخلصنا، فادر له انه ما بعرف قديش هو عيش مشترك رياض، ما بعرف قديش نحن اصلا نحن عايشين بشيء بسموه اثنو فيدراليزم، يعني اللي هي فيدراليه طوائف بسموها. هلا الفيدراليه بامريكا نظام فيدرالي، المانيا نظام فيدرالي، بس مع فرق كثير مهم، لا فرق كثير بسيط، الولايات بالمانيا وبامريكا منها مقسمه طائفيا، يعني مش انه بيجي بشوف بحط الكاثوليك بمنطقة بمقاطعة وبحط الهوب مقاطعة وبعدين بقول لهم كل واحد يسن قوانين لحاله، لأنه هذا بعدين بيؤدي للتقسيم إذا عملنا هذا الشيء، يعني ما في مثلا فدر الرياض وما ضروري تفدر له مناطق مسيحية، أنا إذا فدرت مثلا لا تصير رح أعطيك إذا فدرت بين الدورة وجبال مين رح يجي يمنع وقت شيعي يجي أو سنة يقعد إذا هيدا بيناسبه؟ هو من دون مجددا أنا مني ضد، انا برايي النظام الامثل هو النظام يلي بيريح العالم، اوكي، بس انا عم بقول لك من هلا يعني نحن بهلا مثل ما نحن موجودين وهي انا عم نشوف كيف انه ببلديه الحدث ممنوع اصلا اذا واحد مسلم يروح يشتري بالحدث، وبالمناسبه تبا بين انا اكون عم بالغ يعني وانه انا بمحل معين فهمان شو الهواجس اللي عندهم اياها، اوكي مفهومه، بس شو الحل؟ هل الحل بيكون بالمنع
ولا الحل بيكون بانه نعمل تنظيم مدني مظبوط للبلد ساعتها؟ ما هي عم نحن من الاساس مش راكبة. مجددا انا بدي اكون كثير جدي الحديث، بس مش انا هيدا بقوله من 200 سنة، مش لا راكبة. مش راكب البلد مثل ما هو، مش راكب يعني. هلا واحد ما بده يعني، ما بدي يعني، بس انه قلت من 200 واقعيا سنة واقعيا اي حدا بتساليه من السياسيين بتقول له كيف بتشوف لبنان بعد 20 سنه؟ بيقول لك اذا في لبنان يعني. ما هو كمان الاوطان الاخبار انه ازلي وابدي وسرمدي و6000 سنه مش عارف شو، هذا شعر بالواقع وبالوقائع. العالم شو الوطن اخر شيء؟ لكن انا اذا الوطن يلي بدي ابذل دم كرمال حرره ومش عارف شو، بدي اذا ما قدران اعيش فيه بالحد الادنى، بالحد الادنى من الكرامه، شو يعني؟ ما هو الوطن يعني بالانجلش اسمه هوملاند، يعني بات، صح، يعني مش يعني الاساس الجذر تبع الكلمه هو هوم، هوملاند. طب انه شو، كيف واحد بده يكون بالهوملاند وهو؟ طب شو مشكلتهم؟ شو مشكلتهم انهم يعملوه فيدرالية؟ شو مشكلتهم؟ إذا الشعب، لأنه خيي أنا ما فيك تجبرني أعيش لا بعقيدتك ولا بفكرك ولا باللي أنت بدك إياه ولا فايس فيرسا، كمان هن مش مجبورين يعيشوا لا بتفكيري ولا بطريقة. برأيي الخطر بالموضوع رح يصير انه هيدا رح يؤدي الى مزيد من التنافر بين اللبنانيين، بس بنفس الوقت هذا الشيء نص عليه اتفاق طائف وهن تجاهلوه. هي تنافر يا زلمة أكثر من هيك؟ لا انه بعد اكثر، صدقيني انه رح اعطيك امثله هلا، بس انه اللامركزيه الاداريه نص عليها الاتفاق الطائف، اوكي؟ طيب انت تعي يا خي بعد اعاده النظر بالتقسيمات الاداريه، طب انت تعي يا خي اعمل لي وعلي كبر لي صلاحيات البلديات، شو اهميه تكبير صلاحيات البلديات؟ وبالمناسبه هذا الشيء شفناه انعكس، هذا النوع من اللامركزيه شفناه ب 17 تشرين بشكل واضح، لانه عاده اذا بتتذكر التظاهرات كانت دائما مركزيه ببيروت، اهميه 17 تشرين انه اجى يقول انه في متظاهرين بطرابلس، في متظاهرين بالجنوب، وكان صار يعملوا كل واحد له تجمع تظاهرات، وهذا معناتها مش انه يعني اسقطوا فكره مركزيه بيروت، انه لا خي في عالم تظاهر بجونيا، في عالم تظاهر على الجديده، ما تحددني بمكان انا. وبالمناسبه كنت حتشوفي في مطالب متفاوته بين المتظاهرين بمواضيع معينه. اذا كيف، ما هو الاساس تبع اي نظام ديمقراطي هو القدره على المحاسبه. نحن لما بنجي منكبر صلاحيات البلديات على مستوى الخدمات العامه، قدره الناس على المحاسبه بتصير اعلى. يعني انا بدل ما تيجي تقولي لي انه هيدي الحكومه المركزيه كلها، الحكومه اجت عملت التزمت تعهد لتساوي نفق، مثل مثلا نفق سليم اسلام اللي بعد ما خلص، او مثلا اوتوستراد موسى، سيد موسى الصدر، اللي يعني مفروض انا بتذكر كنت بعد مخرج من المدرسه لما بلشوا فيه، بعد ما خلص يعني. شو بدي اقول لك، لو عم بيبنوا جسر بين امريكا الشماليه واوروبا كان خلص. في سوق، في انفاق، والسور عبرت بين البلدان، خلصت وبعد ما خلص هذا على الان على الاستملاكات. ما علينا الفكره، بدل ما تصير هيك الامور، لما يصير مثلا اتحاد بلديات هو اللي عم يعمل هذا الشيء حسب كبر المشروع، اذا شيء خصه بالبلده البلديه بتعمله، بصير قدره الناس على المحاسبه اكبر، لانه البلديه كل العالم تعرف يعني تبع الضيعه، كل العالم تعرف مين رئيس البلديه، حتى بيروت تتقسم ديستريكتس مثل لندن. شوفوا شو لندن يعني، كلها لندن، في الماير اوف لندن، بعدين في ديستريكتس مقسمه لندن حتى انتخابيا، يعني مش كاونتي، نسيت شو المصطلح اللي بيعملوه، بس حتى بالانتخابات تبعت البرلمان البريطاني بقسموها هنيك على منطق، كل مقاطعه في لها نائب، واهل هالمقاطعه بينتخبوا هالنائب. هون بعدهم للاسف حتى اللي بيسموا حالهم اصحاب الخطاب التغيير بيجوا بيقولوا لك نحن بدنا نعمل لبنان دائره واحده على قاعده ومع الغاء القيد الطائفي. شو بدك تعمل لبنان دائره واحده مع الغاء القيد الطائفي؟ قالوا له هيك بتلغي الطائفيه. شو هيك بتلغي الطائفيه؟ ما شفناها بالعراق كيف صارت، هيك ما بتلغي الطائفيه، هيك بتخلي العالم كل واحد يروح ينتخب طائفته بس مشان يفرجي انه هو اكثر، وشفناها بالانتخابات النيابيه الاخيره، مع العلم انه كانت مقسمه المحافظات. عم بقول لك يعني حتى اللي هني اصحاب خطاب اصلاحي بعدهم متمسكين بشيء كان معه اياه من سنه ال 75، انه والله لبنان شو حلته؟ الغاء لبنان، لبنان دائره واحده خارج قريه الطائفه.
شو هالحكي؟ مش مزبوط، مش مزبوط خي. انا الاهتمامات تبع الناس حتى مش قصة اختلاف طائفي، ابن الجرد بكسروان اهتماماته اصلا غير ابن الساحل بكسروان، يعني ابن الجرد بكسروان عنده مطالب بتخصه غير ابن جوني اللي هو ساحل. طيب رياض، طيب رياض، انا وانت لان احنا من الشعب العادي عارفين انه نحن رايحين، مش رايحين، صرنا بالانهيار خلص، يعني عم نلملم ما بعرف. طيب هن عشو بعدهم قاعدين؟ ما بقى في شيء يحكموه، ما بقى في حدا، بعد كم سنه ما بعد في حدا يحكموه. شو هال، شو هال، اذا بدك ما بعرف. لا حيضلوا يلاقوا عالم يحكمون، ما تعتلي هم. لا لا اكيد رح يلاقوا عالم يحكمون. ما طيب بس عالم، عالم مقفلسة، عالم ما معه مصاري، بلد ما عم بيطلع لك ليرة، بقى شو بدك هذا تحكم بالنسبة لتحكم؟ لهم، بالنسبة لهم هذا الشيء رح يسهل عليهم الحياة، لأنه النخبة بتزعجهم. هلا مسكر البلد كرمال الكورونا، بعدين بس ترجع تفتح، هولي أغلب النخب شو رح يعملوا؟ رح يهاجروا برات رح البلد، يرجعوا يروحوا، يراهنوا إنه يمشوا أو يعملوا استمرارية لنفس آليات النهب اللي عندهم إياها من خلال تحويلات المغتربين اللي بيسموها قال هجرة الأدمغة. تتذكر؟ ما بعرف بتذكري، مرقت فترة كانوا قال يقولوا ما تقول هجرة، سميه الانتشار اللبناني. شو هالكذبة؟ وعاملين تمثال لأول مهاجر، إذا بتكوني على أول بور في بتشوفي تمثال لشخص، قال هذا تمثال المهاجر اللبناني. العالم كلها تاريخيا من هذا البلد فلت وفلت وما رجعت، لأنه ما شو بده بالشغلة، شو بده بالشغلة. أنا كتبت تويت من فترة، من تقريبا شي 4 أيام، كتبت إنه أنا بعرف شخصيا 9 عيال أول ما يفتح المطار بدها تهاجر، أنا على الصعيد الشخصي، أوكي. وكتبت بالمناسبة لجماعة حقوق المسيحية، هو 9 موارنة هاجموا علي. طبعا جماعة التيار الوطني الحر ما خلوا، ايه ما بقى. بس هلا هذا لانه الخطاب اللي هذا الخطاب السائد، انه نحن هلا ما بدنا نثبط معنوي، ما بدنا نحبط العالم، قالوا انه خليكم وتمسكوا بالبلد. كرمال مين تقبرني؟ يعني انا تقبرني مع ليه؟ كرمال مين بدي اتمسك بالبلد؟ يعني كرمال شو؟ انا هذه غريزه البقاء عند الانسان، اوكي؟ انا هلا شو بفكر؟ بفكر انه هو اولادي. انا اذا بدي خليهم هلا بهذا البلد، قديش في، إذا عندهم هن 70% بوتنشل إنه يكونوا يعملوا شيء بحياتهم، هال 70% مجرد ما إني معيشهم بلبنان راح، إذا بدي أحطهم بأحسن مدارس رح تنزل ل 30%، لأنه بلد ظروفه كلياتها ما بتشجع على إنه، يعني إنه والله تعال خلينا نطلع ناس بتفهم. ما شوف التعيينات كيف بيعملوها، انت شوف اليوم التعيينات كيف بيعملوها. طيب ايه ايه بدي اسالك، بما انك وزاره الاقتصاد قام راحوا فتشوا على معالج فيزيائي، وين بتصير هاي؟ باي بلد بالعالم هلا عم تشوف؟ طيب هذا اللي بدي اقول لك، واحد بده مدير عام لوزاره الاقتصاد، بلد اصلا عم بيعاني، يعني المفروض هلا نكون عندنا شخص يراقب الاسعار وهيك، يعني بده يكون هو شو، يعني بده يكون شو عشوائي، يعني في من جينات كارل ماركس عشوائي. هلا الشخص اللي بدنا نجيبه محل وزارة الاقتصاد، لأنه خي بدنا حدا يقدر يضبط الأسعار، يكون زلمة مخ بهالمسائل. جابوا لنا شخص معالج فيزيائي. أنت شفت التعيينات كيف تقسمت؟ شو طيب يعني هون معامل يعني الكهرباء بقسموها، معامل الكهرباء بقسموها طائفية. طب رياض، يعني هون الجماعة مش قاريين حدا لترلي. صحيح، هن ما قاريين حدا، ما قاريين حدا. بس رح خبرك، ما قاريين حدا، ما قاريين حدا، لانه في هول المجموعات اللي بتنزل بتضرب العالم، في هوليك اللي بيخونوا هن تملوم العالم. هاي المجموعات موجوده بكل دول العالم، وبتصير دائما بكل الانتفاضات والثورات الشعبيه، اذا ما نسمي اللي صار بلبنان ثوره، بس بيكون في ناس بتوقفوا مقابلهم. عم برجع اقول لك، ما في شو، كيف يعني ثوره وانه انا بنزل واحد بينزل بفقعني قتل بفقعني بدن، وقال انا بيجي بقول له ثو ثو ثو؟ لا خي، يا خي ما جربوا. واحد نازل يفقعني بدن، اوكي، بدي يكون عنده بدن قدره على القليل يدافع عن حالي. مش منطقي طيب كل مره انه العالم، بس لك شغله، الجماهير
الماس بتحب القوي، ما بتحب اللي معه حق، اخر همه من معه حق. العالم بتحب القوي وبتتبع القوي. لما تشوفك عم تاكلي قتله مره واثنين وثلاثه، ليش ما تلحقك؟ بتقول لك هذا اذا مش عارفين يدافع عن حاله، هذا بيطالب لي بحقوقي. يا رياض، ما نزلوا حرقوا دوليب، قالوا لهم عم تحرقوا، سكروا طرقات، قالوا لهم عم بتسكروا، عملوا طرقوا طناجر، تمسخروا عليهم. ما ليش الشعب اللبناني رحمهم؟ ما خليلهم وما بقالهم. ما هو الشعب اللبناني جزء كبير منه اللي نزل، بس ما هي الامور مش يعني الثاني قسم، ثاني قسم. يا ريت هي بهالبساطه الامور قاعد من هيك. عم برجع اقول لك بالاخر العالم بتختار لما تبلش تحس بانه التغيير راح يكون بعد أسوأ من الوضع السيء اللي نحن فيه، فشو بتعمل؟ ايه ما هن شو هلا شو عم بيهددوا العالم؟ عم بيقولوا لهم، قريت ما كتب يعني زميل لي قال انتهت حلول الكورونا، ما عاد لنا الا الحرب الاهليه. يعني انه بالاخر طبعا مش عم بقول هذا الحكي لاقول انه الكورونا مش موجود، بلا كورونا موجود وباء وخطر جدا والى يعني لاخر السالفه، بس انه كمان في اشياء لها علاقه بطريقه اصدار الارقام يعني بتضحك. انه شو عم بيقولوا لهم العالم؟ عم بيقولوا لهم لكم بالحرف عندكم حل من اثنين، يا بتضلكم جوعانين وبتقبلوا تضلكم جوعانين، يا اما الحرب الاهليه، يا اما عنف متنقل وبتخسروا الامن. على القليل هلا جوعانين بس نحن قدرانين نأمنكم الامن السلمي الاهلي، تتمردوا علينا نرفع بطاقة الحرب الأهلية والنزاعات الأهلية، وبصير فجأة تنبت لك مع فينو السحري بيطلع منه هذا مارد الفتنة، بيطلع لك مجموعة هيك هيك من حيث لا يعني بتقرر تشتم شخصية من 1400 سنة. يعني شيء سوريالي. طيب بس سوريالي. الحرب الأهلية رياض بدأ يعترض لأنه حدا عم بيقول له ليش أخذوا لك السلاح، بيقوم هيك بيخطب، تنزل مجموعة هيك 40 50 واحد يعني ما شو سبحان الله دائما هن ذاتهم بنشوف وجوههم بينزلوا شو بيقرروا هيك هيك ينقوا شخصيه من 1400 سنه يسبوها. وايش بقولوا لي كلك نحن ما لنا علاقه فيهم، هول ساعه طابور خامس ساعه هول خارجين عن شو بسموه يعني. طب بس نحن مش عارف شو يا اخي، طب اذا هو رعاع وبلا اخلاق وكذا، طب واحد انلقط منهم، انلقط طيب. واحد منهم رياض وصبوا. طب لحظه بس سؤال، صبوا نحن وين بعصر الظلمات بال 1500 بوقت الكنيسه كانت تعمل صكوك غفران؟ انه وين نحن؟ انه وين لما بيسبوا كله بيسب كل يوم في مليون واحد بيسب وبيكفر. بالمناسبه المسبه اللي قالوها يعني كانت دائما تنقال عن درجات الفوتبول، مش هون القصه. ما هو عم بقول لك بتأمني ظرف، ما هو عم بقول لك خلص العالم بعيشوهم بجو انه انت الاخر يلي لازم تخاف منه مش البنك ولا السياسي ولا الموظف الدولي الفاسد، لا 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 الاخر لازم تخاف منه هو جارك 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 اللي بس من مذهب تاني او من تيار سياسي تاني، لا لانه بيرجعوا بيستعيدوا مفردات قديمه. شيء بيقول لك بدهم يحطونا بالباخره ويزعبونا برات لبنان، انه هذا الصراع. واللي غريب طبعا فيك تقول انت ولو ما سالتوا حالكم انه يا خي طب كل هالصراعات الدمويه واخر شيء ما عم نشوف الا هن اللي هن زعم الطوائف اللي عم بيتنفعوا، العالم عم تضل فقيره ومراء الحروب تستفيد اوقات من النظام وبترجع هلا مش مستفيد من النظام، بس ما قدران تعمل شيء. عم بقول لك ما قدران تعمل شيء لانه بس يرفعوا بوجه بطاقه العنف ما عندها الادوات انها تدافع عن حالها. طيب بس رياض اذا ما عندك بهيك حال السؤال اللي بيطرح نفسه بانه القوات النظاميه الموجوده بالبلد يعني جيش قوى من داخله هاي بيكون موقفها حاسم لترجح كفه فريق على اخر، بس كمان للاسف قوى الامن والجيش بلبنان موجودين مثل ما هيدا البلد. وعلى كل حال كلنا بنعرف ومش سر هيدي طلعت وتم تداولها بالاعلام انه دورات الضباط كيف كانت تصير. هلا اجى مؤخرا قائد الجيش الاخير عمل اللي بيقدر عليه ليقدر يعمل دورات ضباط جيش حقيقيه ما فيها محسوبيات، بس انه هذا بلد من التسعين لل 2018 كان عم يتركب فيه دورات ضباط طريقه يعني شو بدي اقول الواحد، ما كل العالم تعرف، كل العالم تعرف اللي عم بقوله هلا اللي قاعدين عم بتسمعوا علينا هلا تعرف عن شو عم بحكي.
طب بس رياض إذا ما عندهم أرضية، إذا ما عندهم عالم تقاتل كرمالهم بيخسروا. يعني المشكلة فينا بالعالم اللي عم تقاتل كرمالهم، إنه بعد في ناس عم بدها تقاتل كرمالهم. رح جن أنا يا زلمة. ما عم برجع اقول لك، النخب وخصوصي مثل ما هن موجودين بلبنان ما عندهم الادوات لانهم يقدروا يدافعوا عن حالهم، واكيد مش بوجه يعني العصابات الطائفيه، خلينا نسميهم من كل، عشان ما حدا يفتكر عم بحكي عن حدا محدد. فبالتالي شو عندهم خيارات غير انهم يلجأوا للجيش وقوى الامن؟ وعم بقول لك تكررت مره واثنين، نزلوا فاعون قتلوا وعادوا وقطعي، ولا واحد اتحاسب من هول نزلوا فاعون قتلوا، وصورهم مبينه والعالم شايفيتهم، واذا واحد كتب بوست على الفيسبوك بيبعت وراه بيحققوا معه. مش يعني طب الحكومة لما اجت وعدتنا ب لا في ان روز، مش لا في ان روز، اتليست انه بدهم يجربوا يعملوا الميتيوم والكذا. طب وعلى اساس انه هي حكومة غير حزبية، اليوم تعرف نسمع انه بدهم ينسحبوا الاحزاب منا، شي هدد بده ينسحب، شي هدد ما بده يجي، وشي هدد انه كذا. يا اخي كيف حكومة مش حزبية وعم بيهددوا الاحزاب ينسحبوا منها؟ هي دو شو عملت غير قصة الكورونا؟ شو عملت؟ هلا لا للأمانة أدائهم بالكورونا، أدائهم بالكورونا كان جيد يعني، ما عم بقول لك غير قصة الكورونا، غير قصة الكورونا اللي كان أدائهم جيد. هي ما عم بفهم، بحكي لك ليه كان أدائهم جيد، لأنه كان ما بيناسبهم ينتشر الكورونا. أنتم مصيبة لو ينتشر الكورونا بالطريقة اللي كان ممكن ينتشر فيها بشكل إنه يأثر على الكبار بالعمر، ما بينطالوا هني ساعتها يعني. ما الكورونا ما يعني الكورونا، وهذه قلناها بوقتها، لو بتحطي له 100 أزعر قدام بيت الزعيم بفوت. فلهيك هن كان أدائهم ممتاز بالكورونا، لأنه خافوا على حالهم مش أكتر. هن أدائهم كانوا مستعدين بعد يحسونا ببيوتنا، بس إنه ما تطلع أنت خي، لأنه هذا الكورونا لو بجيب له 100 أزعر مع 100 كلاشن ومع وبسب الأئمة والأنبياء وكلياتها، ما هيقدم مؤخر بالنسبة له، بيعبر دغري بفوت. فلهيك كان أدائهم ممتاز بالكورونا. بغير هيك هن أنا برأيي هالحكومة جاي بس لت نستخدم مثل كتير يكون إباحي، بس إنه شو بدي أقولك يعني، كيف واحد بس يخلص الحمام شو بيعمل؟ في شغلة بدها تصير هلأ، هالحكومة شغلتها تلبسها وبعدين بيرجعوا بيعملوا مثل أبديت أو رينيو أو كذا. طب وين رياض، وين العالم من هالكل اللي عم بيصير؟ العالم هلأ برأيي بهم كل واحد بحاله يعني، أنا بحكي مني ولي يعني، هلأ كل واحد بفكر أول شيء إنه معاشه كيف يعني. لا عم بحكي العالم، العالم أمريكا فرنسا إيران سوريا روسيا، حتى يعني الأمريكان ما آخر همهم إذا بوقف الفساد ولا ما بوقف الفساد، والأوروبيين كذلك همهم عندهم شيء واحد، عندهم مشكل مع حزب الله بده يصفوه، بس آخر همهم موضوع الفساد وما الفساد. من الميل الثاني كان لو يكونوا أوعى وأذكى بكثير من هلا، ويعرفوا بأنه ما فيك تضحك على الأمريكان، وأنه تترك نظام السرية المصرفية كرمال أنه والله لأنه هذا البلد شو بفوت عليه يعني، أي مصاري بتفوت عليه يعني، كله إذا والله تعرف إذا بيرفع السرية المصرفية وبينعمل تسريبات مصرفية مثلا، ولا لتشوفوا العجائب على مستوى اللي شيء بيسموه نمبر أكاونت، الحسابات المرمزة للموظفين بالدولة، وحتى مش نمبر أكاونت، رح تشوفوا العجائب يعني، في إشياء بتشاي بالرأس. بس للأسف بدنا نحن بحاجة إلى شجاع مثل ما صار بال 2006 وبعدين كشف القضية ب 2015 2000 تقريبا، بلش تنكشف من 2011 بس النشر بالإعلام 2015 لما إرفان فلشياني سحب الداتا كموظف ببنك اتش اس بي سي، سحب الداتا كلياتها وراح بطلب من المخابرات الفرنسية بالمناسبة وقت عمل هذا الشيء. ولما المخابرات الفرنسية، شوف الفرق بين الأجهزة عندهم والأجهزة عنا، ولما المخابرات الفرنسية لاحظت بأنه الدولة الفرنسية الحكومة الفرنسية ما عم تتعاون معهم، وأنه في ناس مورطين بالتهرب الضريبي بحسب هاي الملفات، عم بيجوا وزراء بالحكومة أو محسوبين عليهم الناس وهيدا، قام شو راحوا قالوا له روح للإعلام انشور الداتا كلياتها. ولما نشر الداتا كلياتها كانت فضيحة، ولهلأ صاروا لمين مليارات الدولارات من وراء بس هيدا التسريب اللي عملوه. بس شوف الأجهزة فوق
هذا الفرق، انه الجهاز الامني بيكون ولائه لمين؟ بيكون ولائه للدوله، الدوله بما هي الدوله، للوطن. مش مثل ما عندنا موجود الاجهزه الامنيه مقسمه على الطوائف، هذا الجهاز محسوب على هذا الزعيم وهذا الجهاز محسوب على هذا الزعيم. بقول لك نحن نعيش في بلد محكوم من عصابات منتخبه ديمقراطيا، يعني ما اكون عم يعني اظلمهم، جماعه عندهم الشرعيه الشعبيه، وهلا مش عم بقولوا قال بدهم انتخابات نيابيه مبكره بالنظام اللي بدك اياه، اذا بيرجعوا بيعملوا انتخابات نفس القوة بترجع تطلع، مع فرق بسيط يعني هذا بينقص له كذا، هذا بزيد له كذا، ماكسيموم شرطة حالة بنشوف ثلاث اربع نواب يعني من ياس بولا يعقوبيان يعني. ايه بس معارض. يعني سوري، بس سوري يعني الحق بنستاهل. شو بدي اقول لك؟ بنستاهل اذا عملنا هيك بنستاهل. ايه بس يعني بدي ارجع يعني ما فينا نلوم العالم وبنفس الوقت ما نلوم النخب، يعني اللي هم المهندسين والدكاتره والاساتذه، هول بنسميهم نخب طبقه وسطى اللي بدك اياه سميه، هول شغلتهم ينتجوا بديل للعالم. اذا ما عندهم القدره انه ينتجوا بديل فما فيني لوم بقيه العالم، الطبقه المسحوقه اذا بدك، والا انه خي لا اخر شيء انت لما كان عم يغرق المركب ما نطيت من المركب، بقول لك خي شلون بدي نط؟ ما انت ما طب اذا جبت له بديل بيقبل فيه؟ طبعا صار له 20 30 سنه بينتخب اللي بيعطيه 100 دولار كل شهر؟ لانه ما في بديل، انا هذا رايي، لانه ما في بديل. يعني اخر شيء طب شو يعني الزلمه اللي بيكون عايش على المنطق من ربيان من هو صغير على منطق انه حمايتك هي الطائفه، اوكي؟ والمنطق بيقول انه نحن شو بنعمل؟ نحن بننتخب الزعيم تعولنا كرمال شو هو؟ كرمال هو يسرق اكثر. يعني ما نخلي الزعيم الثاني تبع الطائفه الثانيه يسرق اكثر، يسرق اكثر ويطلع لنا نحن حصه فتات. لانه كل ما يسرق اكثر كل ما يطلع لنا فتات اكثر. طيب هو عارف حاله انه مثل قلت لك عايش بقعر السفينه. بس بدي نط، طب خي انت عم تيجي تقول لي بدك انت تعمل دوله كذا كذا، عال طب لوين بنط انا؟ بدي طب برياض سؤال، هلا عم ينحكى عن قانون بدهم ينصوه مش الديمقراطيين الجمهوريين بامريكا، هذا اللي ايه. هلا بدهم يعاقبوا يحطوا جبران باسيل نبيلي على لائحه العقوبات، بس هذا شو بقدم مؤخر؟ هذا ولا شيء، بالعكس هذا رح يسعر الخطاب المذهبي بالبلد. اوكي يعني طيب. رح يزيد الامور سوءا يعني. هلا اكثر شيء هن حيدفعوا مصاري لشركات اللوبينج برا مشان يقدروا يعملوا لوبينج ضد هذا القانون مشان ما يمشي في حال سلك مساره يعني. هذا البل حيكلفهم شي 600 دولار بالسنه، بس انه اكثر من هيك اذا مش الحال، لانه بالبنوك البنوك عملوا نفس الشيء لما بلشوا، اول ما بلش ينحكى عن يعني بيلز خاصه بالمصارف دفعت المصارف وقتها يعني مبلغ كرمال تعمل لوبينج انه يخي لا ومش هيك اوكي. بس هيدا بطريقه او باخرى عم بخبروك هن انه الامريكان رح يضلون يضغطوا 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 على بلد، لانه هن بالنسبه لهم بهيدا البلد في جناح ايراني موجود وحاكم. بس مش هذا، بس مش هذا شو بتنحل المشكل يعني؟ يعني احنا يعني بدنا نكون صريحين مع بعض، نحن هل نحن مشكلتنا انه والله لانه في حزب الله بالبلد البلد منه ماشي؟ لا، حزب الله جزء من المشكل مزبوط، صح. بس ما يعني يعني مش صحيح الكلام اللي عم ينقال شو الحل يعني؟ اذا هيك هو شو عم بيجوا يقولوا الامريكان عمليا؟ شو عم بيجوا يقولوا؟ عم بيجوا يقولوا انه انتم تقليديا بهالفتره من 92 لهلا شو كنتوا عم تعملوا؟ كنتوا عم تعملوا كنتوا عم تسرقوا، بس نحن بالمقابل كنا عم نسمح انه يفوت مصاري على البلد. نحن هلا سكرنا الحنفيه إيه، بس المشكله انه عم نسرق مش انه سكروا الحنفيه، هي سكروا الحنفيه بنحلها، بس بالاول في مشكل اساسي عندي انا انه عم بسرق. يعني اذا بسط لك اياها، اذا في خزان اوكي، هذا الخزان اذا عم يضلوا ينقط من تحت مفتوحه فيه هيك، وشو النفع يعني؟ شو يعني يعني نحن حنا هاي قصه حزب الله هاي بتاثر على الشيء اللي له علاقه ب الطبقة السياسية نفسها، يعني ضغط على لإعادة تشكيل الأحلاف الموجودة. بس أنا كمواطن لا حتقدم ولا حتأخر معي، يعني كل اللي عم يقولوا لك إنه لك إذا بدك ترجع تستعيد اللايف ستايل تعولك القديم بنرجع لك إياه، شرط إنك أنت تيجي توقف ضد الحزب. طب عالخي بس إنه أنا طب وهيك بتضل السرقة شغالة عادي يعني؟
انه يعني انا هرجع نطلع للفتات، لازم نستوعب شغله انه في كميه مصاري مهوله مهوله دخلت على البلد. شو صار فيها؟ انسرقت شو؟ انسرقت انسرقت، ما يعني ما في توصيف تاني يقوله، انسرقت انسرقت هلا بكذا طريقه، بالتعهدات بالكذا، وفي شيء انسرق هيك شلف، وفي مصاري اللي هي تبعون تبييض الامور كمان فاتوا، في مصاري ضخمه فاتت على البلد. اللبنانيين اعتقدوا بانه والله هني عم بعيشوا شيء، بس هذا مش 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 يعني مش هيك بتنبنى الاوطان، مش هيك بينعمل. يعني ما في بلد بالعالم هلا نحن يعني معقول انه لانه مش قدرانين. اكتشفنا هلا اللبنانيين بلش يحسوا هيدا الشيء، انه خيي انا كان في مزروعات عم بستوردها من بلدان تانية، انه معقول انه خيي طب صناعه، فهمنا حتى الزراعه كنت تستوردها من برا، وطبعا لما بتستوردي بتستوردي بالدولار. يعني ما في اقتصاد، ما فينا نبني اقتصاد على قاعده انه ليك تعا جيب لي مصاري حطهم بالبنوك سريه مصرفيه، اوكي رجع اشتري عقارات وعمل مضاربات عقاريه، وطبعا ضرائب يعني ولا شيء، وانه يلا هيك بننقر شويه تنقير بشويه صناعه بشويه زراعه. مش هيك بتنبنى الاقتصادات الدول اللي بتكون ماكنه. طيب رياض، بس انه بعد معي 9 دقائق بدي اسالك، انت هيدا الحديث عم تحكيه بتعرفه، وانت رياض قبيسي صحافي متعلم مثقف بتعرف مطلع شايف، انا هيدا الحديث بعرفه كثير الناس بتعرفه والسياسيين اكيد بيعرفوه. اوكي طيب شو الحل؟ رح في لبنان ولا ما في لبنان؟ اعطونا من الاخر خيي، بدي اعرف شو الحل، في لبنان ولا ما في؟ لما ما في لبنان لفل لا يفل هالناس. هيدا بيتوقف على قدره، عم برجع اعيد لك اياها، هذا بيتوقف على قدره النخب على انها تبلور نفسها وتقدر تبلور خطاب تقدر تواجه فيه قوى السلطه. سالفه انه كل ما طلع واحد عمل شغله يقولوا له انت مدعوم من السفاره، ما بقى لازم نعيرها اهميه، لانه كلهم مدعومين من السفارات، كلهم مدعومين من السفارات. فبالتالي اذا في شيء دول بدها تيجي تدعم مشروع لقوى معينه، مشروع اصلاحي، اهلا وسهلا فيها. ما انتم كلكم مدعومين من سفارات، هاي سالفه انه كل ما واحد عمل شغله يطلع يقولوا له انت ممول من السفارات، انت حبيبي ممول من السفارات وعندك مشروعك المذهبي والطائفي، عم بحكي عنهم كلهم، اوكي؟ فاذا لازم اللي بده يصير يا اخي يا زلمه نقنع السفارات، هون قوه قدره النخب انه يقنعوا السفارات انه هيك مش ماشي الحال، نحن ما رح نبقى بهذا البلد، او هذا البلد ما رح يبقى اساسا اذا هيك الامور استمرت. بدهم تشوفي ساعتها هول الدول النافذه اللي بسموهم قديش لهم مصلحه بانه يستمر هذا البلد. بس مثل ما انت عم تقولي بالخط اللي نحن ماشيين فيه هلا، انت عم تقولي لي انه ما بنعمل فدراليه، لانه بكل بساطه البلد مثل ما هو رايح هلا، رايح لا مش انه فدراليه، رايح لشيء أسوأ من هيك بكثير، ربطا باللي شو عم بيصير بسوريا، رايح لشيء ابشع من هيك بكثير. شو هو؟ ما يعني شو بدي لك، ما شيء لطيف يعني. مثلا كنا اني لك اللبنانيين كانوا عم بيراهنوا، المسؤولين اللبنانيين كانوا عم بيراهنوا على ابتزاز الاوروبيين بطريقه انه ما بيسترجوا يعملوا هذا الحصار وكذا، لانه اخر شيء اذا ولعت حرب بلبنان ما بيقدر يحمل موجه هجره لبنانيه وسوريه من لبنان على شواطئهم، وبالتالي انه يعني بس برايي خصوصي بعد ما اجت الكورونا هلا، يعني ما بنصحهم يعني يراهنوا على هيدا الشيء. البلد مثل ما هو موجود هلا رايح على انفجار، هذا تقدير الشخصي، ما عم بقول في حرب أسوأ من حرب، يا ريت الحرب بيعرف واحد انه حرب. نحن مثل ما ماشي الامور هلا، اذا ما قدرت النخب تقدر تبلور حالها بشكل متقدم خطاب جدي بعيدا عن تفاهات انه والله يلا ماشي موجه سلاح تعال نفوت فيها بركي بناخذ دعم، او ماشي هلا موجه انتخابات نيابيه مبكره تعال نعمل انتخابات نيابيه مبكره، صار كل واحد تاجر معه قرشان مفكر انه بيقدر ينافس يعني الاله الماليه تبع الاحزاب الطائفيه. لا حبيبي، بدك تبلش تبلور خطاب
في حاله اعتراضيه في 5 سنين من اللا استقرار نحن مقبلين عليهم بالحد الادنى، بهال5 سنين بده يكون عندك قدره بانك تبلور حاله اعتراضيه حقيقيه تشكل بديل للناس، بشكل انه انا قول اذا انا بدي نط من المركب الطائفي في مركب حرزان، هو ناس بيعرفوا يدافعوا عن حالهم، هو ناس مكنين، هو ناس عندهم خطاب واضح، اذا ما قدرنا نبلور هذا الخطاب كلفنا خاطرك. انا بقول لك كلفنا طيب. خاطرك رياض كمان معي 5 دقائق، انت بي وزوج ومسؤول عن عائلة، انت شو راح تعمل؟ ما انا كتبت عنها، في بعض بلومني انه انا لما تكون العالم عم تنطق يعني بالشارع وكذا بطلع وبتحمس وبقول هذه البلاد لنا وسنستردها، وبس بعدين حس انه العالم رجعت يعني خمدت بطلع وبقول بدي هاجر او عم فكر هاجر. فانا بهول محلين يعني ما اصلا مش اول شيء مش طارح نفسي يعني لا سياسي ولا مناضل، مش انا زلمه صحافي، فلما اعبر عن رايي بعبر عن رايي كاي مواطن اخر بهالمسائل. فبالتالي هيك اذا عم تساليني وين انا اولويتي صراحه بال يعني هذا بسموه غريزه ولادي جيناتي اللي هن ولادي يلي اكيد هذا هو الشيء الاساسي الغريزي اللي بحركني استمرار جيناتي، هو بيقول بانه الاولويه لهم. ف يعني صراحه اوكي يعني بشتغل وهلا يعني قبل ما على اشياء 3 اجهزه رقابيه بالبلد ما بكون عم تعرف تسويها، بس هذا ما بيمنع انه بالاخر الاولويه هي لاولادي بمحل معين، بس شوف بانه خلص وما عم منن لحسن ما حدا يطلع يقول لي اه عم بتقول اه انه يعني اوعى فل انه ما بدنا لا عم منن اكل شيء خي. انا هذا رايي الشخصي، الأولوية هي أني أمن مستقبل لأولادي، لأنه خلص يعني بعتقد يعني شو بقوله لو بدها تشتي كانت غيمت بالنسبة لنا. هلأ طبعا بعض واحد بيضل بتمسك بالأمل، هلأ كل ما نسمع بعد فترة أنه في تظاهر أو العالم نزل هيك بيرجع واحد كبير بيطلع الأدرينالين عنده، بس طيب بس واقعيا بعد الأولوية للأولاد بقى في 3 دقايق. معقول دولة كبيرة تجي تتبنى التغيير بالبلد، تدعم التغيير بالبلد، تشرق على هالبلد، ولا ما معقول؟ بصراحة وحتى من الطريقة اللي عم بتصرف فيها الأمريكان ما بتوحي هيك، يعني الأمريكان لو فعلا حريصين على يعني إذا بدك إنه انتفاضة الشعب اللبناني كانوا قدر الإمكان مفروض يحيدوا موضوع السلاح، لأنه بيعرفوا إنه الموضوع يخلق حساسيه كبيره وطرحه ما بيحل المشكل، لانه طب واحد معه سلاح شو بتقول بتصلحك اياه بالقوه؟ يعني انه ما مش حتمشي الحال هيك، ما الامور ما بتنحل بهالطريقه، كلنا بنعرف ما بتنحل بهالطريقه. فطرحهم اصرارهم على طرح هذا الموضوع باكد اللي انا من الاول كنت حاسه انه الجماعه ما اخر همهم انه البلد يصير في اصلاح، يعني بالنسبه لهم بدهم لبنان يكون يعني هيك هب مشان مدخل للمنطقه لا يحرطوا بالمنطقه، غير هيك اخر همهم انه يصير في عندك دوله يعني حاجة. حتى لو صار لبنان افغانستان اخر همهم. ما هو هن اصلا مين قال لك انه اذا بتحضر الافلام الامريكيه بتشوف انه نظرتهم مش لنا على انه البلد المقصد السياحي والكذا والكذا، طبعا دائما بالنسبه لهم بيروت مضرب مثل مثل افغانستان، فمش انه لو صار مثل افغانستان هو دائما هيك بالنسبه لهم. ومن الميل الثاني القوى اللي بتدعي بان المقاومه والصمود والتصدي والرز بحليب، ولا بالها بهذا الشيء، كل واحد عنده مشروع الطائف التوسعي اللي عم بفكر فيه انه من هلا لعشرين سنه قد ايه بيكون عدد الطائفه تاعيتي، كيف فينا نوسع كونتينات نوصل مناطق بمناطق، هيك عم بفكروا كيام كما هي. فالرهان على مين بيكون؟ الرهان بيكون على النخب اللي هو موجودين من مختلف الطوائف، اوكي بدهم يلاقوا شيء اشياء مشتركه يتفقوا عليها. ولما واحد ساعتها يجي يطرح ويقول لك وشو موقفك بموضوع السلاح؟ بتقول له حبيبي انت روح حل انتوا بين بعض موضوع السلاح وبعدين تعال عندي. طبيعي بده يكون خي موقفي لانه انا يصير عندي بعدين دوله فيها جيش واحد. هذا الشيء طبيعي يكون اصلا، وهن مفروض هذا خطابهم كان انه نحن لن نسلم السلاح الا الى الدوله القويه والعادله والقادره، مش هيك؟ انا بدي الدوله القويه والعادله والقادره. هذا اللي بدي اياه، بدي دوله دافع فيها جيش بيوقف على الحدود ليدافع عن الحدود وما بيوقف قوات فصل ما بين ابناء شعبه. هذا المعيب اصلا نحن الجيش عندنا بدل ما يكون واقف على الحدود. عم بيخلص اللايف، بدي اقول لك ثانك يو كثير. ما
أنا صرت معكم بالجديد، فهوبفلي بشوفك بالمبنى. ايه بقى، طولت كتير يمكن لا لا بالاجوبه على لا مش الاسئله، بس حقيقي،